طيب هاخد الاتصال ده ونرجع نكفي الفكرة مرة تانية يا دكتور طارق. ماشي. مساء الخير يا أستاذة هدى. أستاذة هدى لو سمحتي، اتفضلي ألو، اتفضلي. أنا يا دكتور كنت ماشية وبعدين وقعت على ركبي، سني 67 سنة، وبعد كده عملت أشعة. أنا عندي خشونة من زمان، بس الدكتور لما ركبتي ما خفتش طلب مني رنين، عمل عندي تمزق في الأربطة. دلوقتي في ألم عندي في ركبتي من الجنب من الداخل، تمام. مش عارفة يا دكتور أعمل إيه. باخد علاج خشونة بس، ما باخدش حاجة لتمزق الأربطة. تمام. هو طبعا يعني تمزق الأربطة عايز بس تسألها على حاجة قبل ما لا هو نشكرها الشكوى، أصل ولا الشكوى تمام؟ لا تمام. طيب أنا بشكرك جدا وألف سلامة عليكي. هي طبعا الشكوى كومن، يعني طبعا خشونة منتشرة الركبة يعني عند ناس بس كتير. مش كل الناس عندها تمزق في الأربطة يا ما دكتور. هو الفكرة في كده، الفكرة إن هو في ناس بتكبر الموضوع، يعني حد يجي له بخشونة في الركبة فيبدأ يقول له اعمل لي رنين، فيبدأ يشوف حاجات هو مش المفروض إن هو يدور عليها. يعني أنت دلوقتي أنا لما يجي لي مريض عنده خشونة متقدمة في الركبة، يعني 67 سنة، يعني خلاص يعني المفصل أكيد دخل في مرحلة خشونة متقدمة، فمش من مش من يعني ايه العلمي قوي ان انا ابدا ادور على الغضروف او ان ابدا اشوف الاربطه، لان اوريدي خلاص الحاجات دي اوريدي حصل فيها تاكل. فانا ضمنيا عارف ان هو العيان اذا ما دخل في مرحله خشونه متقدمه، انا ضمنيا عارف ان هو ان الاربطه هلاقيها متاكله، هلاقي الغضروف اصلا، لو لقيت غضروف يبقى كويس. فهو ما كون ان هو وصل لمرحله خشونه متقدمه معناه ان هو خلاص عدى على الحاجات دي كلها واتاكلت، او ان هي بقت دابت، او ان هي بقت حجمها صغير. فمش هعلق على حاجه فيها، يعني مش هعلق العيان على ان هو عنده مشكله في الاربطه وهو مشكلته ان هي بتحس بوجع في الركبه من جوه. ما بتحس بوجع في الركبه من جوه، هو ده وجع الخشونه، تمام. فلا، الافضل ان طب انا ابدا، يعني الافضل الحل ان ايه؟ هي تركز في علاج الخشونه، ما تدورش على حاجه لعلاج الاربطه، تدور على علاج الخشونه. يعني لو هي العلاج الدوائي ده مش جايب نتيجه معاها، ممكن نبدا نعمل الفيزيوثيرابي علاج طبيعي، نبدا ناخد نعمل حقن موضعي في الركبه، نبدا نعمل الحاجات المانوفرز الثانيه اللي هي بتاعت علاج الخشونه. يعني طب والحاجات دي بتجيب نتيجة يا دكتور؟ هي حتى لو جابت نتيجه مؤقته فهي طبعا كويسه. يعني أسمع عن الحقن ده، هل الحقن ده فعلا بيجيب نتيجة ولا إيه؟ طبعا. لا يعني لو ما كانش بيجيب نتيجه ما كانش الناس يعني مشيت فيه كل الفتره بيجيب ديت. نتيجة يعني لمدة قد إيه؟ والله المده مختلفه بقى، في ناس بترتاح 6 شهور، في ناس بترتاح سنه، في ناس بتحقن تقعد مثلا يعني أقل حاجة 6 شهور؟ المفروض عشان اقول ان العيان او المريض استفاد من الحقن ان هو يقعد على الاقل فتره 6 شهور يحس ان هو مستريح. مستريح، او على الاقل ان الوجع اقل حاجه. لو اقل من كده بعتبر ان هو لا، ممكن ما يكونش استجاب استجابه كفايه على الحقن، وممكن ابدا انصحه ان هو يعني يجرب حاجه تانية. لكن هو ارتاح 6 شهور دي حاجه كويسه. يعني يعني ست هدى حضرتك لازم تتعالجي معالجه جيده جدا للخشونه في الاساس، مش التمزق الاربطه دي حاجه يعني هي اكيد حصل فيها دامج، يعني اكيد حصل فيها مشكله، بس تمام. اللي تعبك اكتر على حسب كلام الدكتور هو الخشونه. لو انت بالظبط. اتعالجتي من الخشونه انت هتستريحي شويه، وبعد كده نشوف الحاجات التانيه. تمام. طيب حضرتك قلت لي انه الرباط الصليبي مش من الحاجات اللي بتتلتقي، تمام. هو في اربطه تانيه ممكن؟ في اربطه طبعا، يعني في هو يعني مثلا في الركبه، يعني احنا بنتكلم عن الركبه، يعني مثلا في او اي حاجه تانيه مش الرباط عارفه. الداخلي بتاع الركبه، الرباط الجانبي الداخلي بتاع الركبه ده من الاربطه اللي ممكن تلحم. فلو حد حصل له اصابه فيه، لو اصابه بسيطه او متوسطه، ممكن اقول له مثلا تلبس جهاز ني بريس مثلا، او اللي هي جهاز بدعامه، فتره مثلا شهر شهر ونص لغايه ما الرباط يلحم، تمام. في برضو ساعات اربطه الكتف برضو ممكن من الحاجات اللي ممكن لو حصل فيها بارشل تير او قطع جزئي، ممكن مع العلاج الطبيعي مع الكلام ده الموضوع بيمشي، تمام. لكن الرباط الصليبي والرباط الصليبي الخلفي والرباط الخارجي للركبه اللي هو الرباط الجانبي الخارجي، من الحاجات لا، اللي هي لو حصل فيها قطع ما بتلتئمش. طب ولما بتلتئم الأربطة دي بتبقى هي بنفس قوة الأربطة لما الاربطه الرباط يعني لو التئم الصحيحة، ولا برضو لا لا انتوا ما خلاص، بتعولوش عليها لا قوي؟ لو الرباط التئم خلاص هو كده رجع زي الاول، حتى لو هو فيه شويه طب تليفات واللي ولا في حاجه. الكتف ده يا دكتور بتخليه يلتئم ازاي؟ يعني ازاي بتخلي الدنيا ثابتة، يعني ما هو بتخليه ازاي؟ المريض لو هو القطع اللي حصل له ده قطع جزئي ونتيجه اصابه مثلا، حاجه زي ما احنا قلنا التقسيمه الاوليه اللي هي الثانيه اللي هي التقسيمه اكيوت، يعني حاجه حاده، ممكن ده يبعد عن ممارسه الرياضه فتره ويبدا ياخد علاج ادويه لانضاد الالتهابات والتورم، ويبدا يعمل علاج طبيعي.
ويسيب فترة للوتر أو الرباط إن هو يلتئم. بس اللي هو ما بيلعبش لعب حاد ممكن هو يلتئم طبعا. لوحده. ما هو يعني هو الأربطة هي الميزة في إن هي لو التنشن أو الاسترس اللي على الرباط اتشال خف فخلاص، هو بتبقى الرباط ممكن في ما عدا الصليبي. فيما عدا الرباط الصليبي وأربطة تانية اللي احنا قلنا عليها برضو، ديت من الحاجات اللي هي طب وإذا حصل قطع جزئي في الرباط الصليبي مش ممكن وارد مبرحك هو يلتئم الفكرة. برضو ولا لا؟ لا مش برضو هيلتئم، برضو هيظل إن هو عنده قطع جزئي برضو. تمام. برضو ويحصل بقى حاجة، سيناريو من اتنين، يا اما ان هو يفضل مكمل قطع جزئي، يا اما يتحول لقطع كامل، لان هو هو الجزء في ده مش حد اصلا بيقدر يعيش حياته وعنده قطع جزئي وعادي ما فيش وكامل مشكله كمان حتى ويلعب؟ حتى لا جزئي ممكن، لو هو الله. الجزء المقطوع مش مؤثر على ثبات الركبه ممكن يلعب وما يكونش واخد باله اصلا ان هو عنده قطع جزئي، كمان فبقول لحضرتك لغايه ما يحصل مره مثلا ان هو يتعرض لاصابه تانية فالجزء ده يبقى كل يتحول بقى. لكلي تمام، او ان هو خلاص هيكمل حياته كده، وان هو مثلا بعيد عن الرياضه، او ان هو بقت اللايف ستايل بتاعه ما فيهوش كونتاكت سبورت او ما فيهوش حاجات فيها تعميل على الركبه جامد، فعادي يكمل كده يعني. طيب ناخد كمان اتصال من استاذ محمد. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد، يا نور السلام اهلا عليكم. وسهلا. لو سمحتي، عندي تمزق في الرقبه وتنميل في الرقبه كله، وايدي وجعاني يعني، وجع في دراعي وتنميل في الاطراف، تنميل جامد، فمش عارف اخد ايه يعني، اتعالج ازاي؟ دكتور عايز تسأله عن أي استفسارات؟ لا هو بس احنا الفكرة بس ان الشكوى بعيدة خالص عن موضوع الحلقة بتاعتنا، ليه؟ فهو بيشتكي غالبا من الفقرات العنقية، ده مش تبع حضرتك؟ مش مش تبع الملاعب بس. بس حضرتك ممكن تجاوبه صح؟ ممكن اجاوبه بس بعيد عن تمام. موضوع الحلقة طيب لا بس عايز تستفسر منه عن شيء هنجاوبه. هتستفسر منه عن شيء؟ لا ما فيش مشكلة. هو دلوقتي التنميل انت بتحسه في دراع واحد ولا في الدراعين؟ في دراع الشمال الشمال بس يعني. والأطراف، والأطراف مش حاسس بيها. تمام. لو وفي ألم محتاج في الرقبة؟ في ألم ولو محتاج كوباية شاي ممكن تعمل إيدي. طيب هو طبعا الأفضل إن احنا نعمل أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات العنقية، لأن واضح من الشكوى كده إنه في ضغط على العصب بتاع الدراع الشمال. فالأفضل طبعا عشان تبقى يعني. طب انت هو في استفسارات تانية علشان بس هو يركز في الإجابة لا خلاص كده؟ تمام. كده. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ محمد. ربنا يخليك. انا بس هديك فرصه انت تسمع بشكل فيه دقه يعني وتركيز من التلفزيون، واحنا كمان نستقبل مكالمات جديده. هو عنده تمزق في الرقبه؟ لا هو عنده ضغط من الفقرات العنقية على الأعصاب بتاعة الدراع الشمال. طب هو ده مش وارد ان اللعيبه ممكن يحصل لها حاجه زي كده؟ وارد انه يحصل، ممكن طبعا يحصل ان هو بس مش هيبقى بالمنظر ده يعني، مش هيحصل ان هو بس وارد انه يحصل لهم طبعا من لو اللعب من مثلا اللاعب او ممكن، لو طبعا خصوصا الاصابات اللي بتحصل في الراس يعني، لما لاعب بيطلع يلعب براسه ويخبط الكوره في مثلا. يخبط في لاعب تاني او يخبط في حارس المرمى، ممكن طبعا الاصابه نفسها الخبطه نفسها تسمع او تاثر على الفقرات العنقيه، فبعدين خلاص مع موضوعنا الوقت اهو بقى يا دكتور، شفت تحول احنا الموضوع جاوبناه برضه. تلاقي الموضوع موضوعنا يا جماعه. ده طول الوقت المشهد ده احنا بنشوف لما يضرب يطلع الكوره الكرة كده، براسه. يطلع يضرب الكوره ممكن قوي يحصل طبعا. له الضغطه دي. واللعيبه برضو كمان، اللعيبه اللي بتلعب باستمرار هيدر اللي هم بيلعبوا براسهم، دول ممكن يجي لهم طبعا مشاكل في الفقرات العنقيه يعني. الخطيب محمود الخطيب مثلا بيشتكي من فقرات عنقيه، حسام حسن، اللعيبه اللي ده هم على اللونج ران بقى، على اللونج ران يعني، مش على اصابه المدى حد، البعيد دي الاصابه اللي احنا بنقول عليها الاصابات صعوبات المهنه بقى دي او الاصابه اللي صعوبات احنا بنقول الاحتراف، عليها صعوبات اللعبه. الاصابات اللي بنقول عليها الاصابات الكرونيك اللي هي بتحصل مش حاده مش اكيوت، دي الكرونيك اللي بتحصل على المدى الطويل، فدي ممكن طبعا تاثر، الحاجات دي تاثر على الفقرات العنقيه وبعد كده الفقرات العنقيه تبدا تضغط على الاعصاب بتاعه الدراعات وكده يعني، تعمل تنميل. طب فاحنا العلاج ايه؟ ننصحه طبعا ان هو يعمل الرنين، اشعه الرنين المغناطيسي على الفقرات العنقيه، وعلى اساس الاشعه نشوف الضغط هل فعلا في ضغط ولا لا، لو في ضغط يبقى هيحتاج ان هو ياخد علاج للاعصاب، بسط العضلات، يعمل علاج طبيعي على الفقرات العنقيه. غالبا الحاجات دي بتنفع مع بنسبه كبيره مع الناس ان هي بتضيع المشاكل، لو استمر بعد كده بقى بيبقى في بعد كده التدخلات الجراحيه بقى. طيب ايه بقى تاني؟ احنا هنتكلم بقى كده العضلات. العضلات. العضلات اللي هي تمزق العضلات تمام، دي برضو من الاصابات الشهيره واكتر او اشهرها في لعبه كره القدم، اللي هو العضله الخلفيه، تمزق بالعضله الخلفيه تمام، فدي بتبقى طبعا نتيجه اجهاد. العضله دي بتبقى فين يا دكتور؟
تشريحيا فين هي موجوده فين؟ في الفخذ يعني؟ اه في ظهر في الفخذ من ورا. الفخذ من ورا. اه تمام. فدي بنسميها العضله الخلفيه او الهامسترنج. تمام. فدي العضله ديت من اشهر العضلات او من اشهر الاصابات اللي بتحصل برضو في الملاعب كره القدم، لان هي ديت يعني ايه عليها تحميل الجري والنط والحاجات دي، فعليها تحميل جامد. طيب ايه الفرق بين تمزق الاربطه وتمزق العضلات؟ ما تمزق الاربطه بيحصل في الرباط، تمزق العضلات بيحصل في العضله نفسها. هي العضله تتمزق العضله نفسها. العضله اللي هي اللحم نفسه. واللي هي بتنتهي بعد كده بالرباط او الوتر. فالتمزق لو حصل في الوتر يبقى تمزق في الوتر او في الاربطه. لو حصل في البالك نفسه او في الفليشي نفسها في العضله نفسها فده تمزق يعني في العضلات. يعني هو ممكن يحصل تمزق في اللحمه نفسها، العضله دي ممكن يحصل في تمزق. بيحصل تمزق، والتمزق ده بيبقى درجات. ممكن يبقى زي ما احنا نقول التقسيمه اللي هي بتاعه الجريد او السيفيريتي، ممكن تبقى مايلد، ممكن مودريت سيفير. تمام. ودي بتحتاج بسيط او متوسط او حاد. ودي طبعا بتحتاج راحه تامه، اللعيب ما بيحملش على العضله لغايه ما بتلتئم، ويقعد يتابعوه بعد كده باشعه الرنين. يعني حلها الوحيد جراحه؟ لا، راحه. الراحه مش الجراحه. انا سمعت غلط. الراحه التامه. تمام. ان هو مش جراحه تماما غالبا. لا، اصل هي العضله غالبا ولا تكبير ولا الحاجات دي. لا لا، هي بتبقى ان هو يريح. تمام. ممكن جبيره لو هي يعني لو هي قريبه من المفصل عليها حركه كتير. ممكن يلبس بريس او جبيره تقلل الحركه اللي على العضله وعلى المفصل يعني. تمام. وبيقعد يريح لغايه ما المزقه دي بتخف وتلتئم، وبعد كده يبدا يرجع تاني. طب ودي بتبقى اعراضها ايه؟ يعني اللعيب بيحس بايه في الملعب؟ يحس بالم، يحس بالم او بكرامب في العضله مجرد ما يبدا يحرك رجليه او يحرك المفصل العضله دي مسؤول عن حركته. يبدا يحس بالم في العضله في منتصف العضله. فده بيبقى دليل ان هو عنده مشكله في العضله نفسها. وبتشخص طبعا باشعه الرنين، يعني بيعمل اشعه رنين مغناطيسي يبين فعلا ان في ميه وفي اجزاء من العضله بقى لونها متغير عن اللون الرئيسي بتاع العضله او اللون الحقيقي بتاع العضله، فيشخص ان يبدا يشخص ان هنا المشكله تمزق او زي قطع جزئي كده في الالياف بتاعه العضله. بالنسبه للكرامبات اللي حضرتك بتقولها، يعني ساعات في ناس حتى مش رياضيين ولا حاجه بتجي لهم الكرامبات دي. تمام. الكرام ده عباره عن ايه دكتور؟ الكرام ده عباره عن ان المصر بتخش في حاجه اسمها كونتراكشر مش كونتراكشن. يعني في كونتراكشن ان هو العضله بتنقبض وترجع تنبسط. في كونتراكشر بقى ان العضله بتخش في انقباض يعني ايه مستمر. فده اللي هو الكرام. ده بيبقى بسببه ايه؟ والله اسباب كتير. يعني احنا لسه قلنا المجهود الزياده. تمام. ممكن العضله، في ناس بتبقى نايمه. نايمه. تمام. ويجي لها الكرامب ده. ما هو الكرامب بقى اللي بيحصل ده اثناء النوم بيبقى غالبا حاجه من اتنين. يا اما هو عنده نقص كالسيوم. تمام. فيبدا العضلات تخش في كرامب. تمام. وهو نايم. او ان هو يكون عنده مشكله في الاعصاب، يعني عنده حاجه عامله له مشكله في الاعصاب الطرفيه، يعني عنده مثلا حاجه ضغط على الاعصاب بتاعه الرجل، حاجه ضغط على الاعصاب بتاعه الدراع زي الديسك مثلا او الفقرات العنقيه او الفقرات القطنيه، فيبدا تظهر الاعراض الضغط ديت بكرامبات او بتشنجات بتحصل في العضله يعني. طب ودي حلها ايه دكتور؟ ما هو على حسب السبب. يعني لو هو السبب نقص كالسيوم بنعمل تحليل كالسيوم وفيتامين دي نشوف ايه اللي ناقص ونبدا نصلحه. لو هي مشكله ده الاساس بقى بتعالج الاساس. نعالج السبب يعني نفسه. ده لازم بقى يتعرض على حضراتكم فتروحوا تشوفوا اشاعات. نشوف الاول، نستبعد ان يكون في سبب مأثر على العصب. مفيش. نفكر ان ممكن يبقى ناقص كالسيوم او فيتامين دي، نبدا نعمله تحاليل وان على اساسها نحلل بقى، وعلى اساسها نبدا نعالج بقى على اساس التحليل اللي يطلع نبدا نعالج. بس الكرام ده بيبقى مؤلم قوي يا دكتور، يعني المفترض بقى نسيبه خالص ولا الناس سمعنا ناس بتقول ايه تعمل له عضل عكس الاتجاه بتاعها؟ ما احنا بنحاول نفك الكرامب. يعني بنحاول نفك الكرامب. بتفكه ازاي؟ ولو ان ما هي حد قاعد في البيت بالليل يفك، ممكن هو يفكه مع نفسه؟ ما هو بيحاول يستريتش العضله، هي العضله منقبضه، فبتحاول تستريتش العضله عشان تفك الكرامب اللي فيها. استريتشها ازاي؟ ان انت بتشد على العضله. يعني بشد على العضله عكس الاتجاه، عكس عكس الحركه. يعني لو هي بتخلي الصوابع تعمل كده، انت بتشد على الصوابع كده بحيث ان انت تمطي العضله، تفردها، تفك الكرامب اللي حصل يعني.